فعلا. طيب ابو الشوق، ايه اخبار المعلومات عندك؟ لا احنا زي الفل، احنا دايما نادي الزمالك معروف ان دايما عنده بعض المشاكل دايما في المحكمه الرياضيه، دايما بيبقى مطلوب منه فلوس. المره دي في فلوس هتدخل للزمالك، او الزمالك بيهدف ان يدخل له فلوس. الله اكبر. ازاي بقى؟ اه موضوع كهرباء طبعا، انت عارف الزمالك معاه حكم مبدئي ب 32 مليون و800 الف. ماشي. في طعن عملوا كهرباء بعدها على طول عشان يوقف القرار. الزمالك كمان عمل طعن. الزمالك عمل طعن ليه؟ عشان الزمالك عمل طعن طلب فيه ان كمان تزيد الغرامه. الزمالك ما عجبتوش الغرامه عشان تزيد الغرامه. اه ماشي. قال لا انا شايف انه لا، هو انا اقدر اكتر من كده، وانا جات لي خسائر كتير. ده كان وقت ده كان وقت مجلس الاستاذ مرتضى. الاستاذ مرتضى منصور. تمام تمام تمام. دلوقتي احنا وصلنا لاهم حاجه. وصلنا انه تحدد يوم 21 مايو موعد الجلسه الاخيره للمحكمه الرياضيه اللي هيتم فيها الاستماع لاقوال الزمالك والاهلي او لكهرباء. تمام. عشان خاطر ياخدوا القرار النهائي، خلاص ما بقاش في اي درجه تقاضي ثانيه. خلاص يوم 21 مايو في جلسه فيديو كونفرنس هيحضرها نادي الزمالك المحامي الايطالي سلفاتوري كافالي، وهيبقى موجود طبعا حد يعني عن كهرباء. بناء عليه خلاص بعدها خلال بيتقال شهر هيبقى القرار النهائي في موضوع كهرباء. الناس بتقول الفتره اللي فاتت الزمالك بيستخدم مشاكل كهرباء في انه يضيع من الورق، مفيش اي حاجه من الكلام ده. سالت مصدر داخل نادي الزمالك قال لي بالعكس، احنا مش هنجيب اي سيره من الكلام ده عشان نبين للزمالك ان اللعيب اللي هو كهرباء ده ما عندوش اي مشاكل، وانا خسرت لعيب دولي. لان انا لو قلت ان اللاعب ده عامل مشاكل فانا كده انا خلصتك منه يعني. يعني ممكن يعني فاهم ان انا خلاص انت خلصت من اللعيب اصلا عامل مشاكل، واوريدي عامل مشاكل زمان ودلوقتي والكلام ده بس كله. بس هي المحكمه ما بتنظرش في الحاجات اللي شبه كده. فانت عامل دلوقتي مشاكل مش عامل مشاكل، انت دلوقتي المحكمه بتخش. أيوه بس الزمالك انت ايه؟ اه فاحنا الوقت دلوقتي الزمالك كل تفكيره في جلسه الاستماع ان هو ياكد انه خسر كهرباء، عنده ورق بيقدمه انه ياكد ان اللاعب ان هو كان ملتزم في كل حاجه وملتزم في فلوسه وان الكلام ده كله، وانه حقه ياخد، وان اللاعب زي ما بيقولوا فسخ عقده من طرف واحد، وان المشكله بتاعته بتاعه ال 32 مليون اللي هو اتحكمه الزمالك عايز يخلص الموضوع ده. اذا خلاص احنا وصلنا لمرحله نهائيه، مرحله الحسم في قضيه كهرباء. 21 مايو خبر حصري اتحدد بيه وتبلغ بيه الزمالك وتبلغ بيه محامي كهرباء، وبناء عليه ممكن في شهر 6 يبقى القرار النهائي بناء عليه الزمالك وفقا لتاكيدات المحامي الايطالي اللي كان هو اصلا موجود في القضيه من الاول، ان الزمالك هيكسب القضيه وهيدخل له رقم كبير. الرقم ده انا شايف انه لو دخل للزمالك هيبقى انتعاش ماليه كبيره في ظل الازمات الماليه اللي بيعاني منها نادي الزمالك. عظيم قوي.